يعني انت منافع مجاهد 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 بقرعه رفع علينا من الله سبحانه عز وجل الملائكه اللي انه القران رفع عليكم الا المجاهدين. المجاهدين من بقى هم دول؟ يعني لو رفع القران نروح للقران ونعرف ايش بيقولوا له في القران. اللهم صل عليك يا رسول الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. صلوا على الرسول. اللهم صل عليك يا رسول الله. صل عليك. مين بقى المهدي المنتظر؟ الله اكبر. انت ايش قال لك؟ كله من جوا. هذا المهدي. هذا المهدي. الله اكبر. اقول لك من هنا ثاني. اقول لك من هنا ثاني. انا امام المجاهدين. انت امام. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. وانت امام المجاهدين ولا احنا ما بنقتله. احنا بنجاهد بس. حتى كلام. مزح مزح. كلام. هو المهدي المنتظر؟ اسأل واسأل. اسأل واسأل. انت تعال. المهدي. هذا شكل المجاهد المنتظر. من انت يا عبد الله؟ من انت؟ من انت؟ انت امام المجاهدين؟ انا امام المجاهدين. انت والله اللي قال لك؟ من اللي قال لك؟ كلاب. اسمع اقول لك حاجه. انا شاعل. تعرف شنو هو شاعل؟ لما بيحبك الله يجعلك مجاهد. انت اسمع اقول لك. يقول لك ليش بتهدر؟ ليش بتتكلم؟ ليش بتتكلم؟ الملائكه نزلت علي. خلوه يتكلم. خلوه يتكلم. تسمع ولا داير تجاهد؟ هو قال لك تجاهد إلا المجاهدين. أنا أتكلم معك بالساقطة. ليش هادو الساقطين؟ أنا منذر الساقطين حبيبي. أنا منذر الساقطين ومبشر المجاهدين. كل العالم ساقط. كل العالم ساقط إلا المجاهدين. بام بام بام. الله أكبر. قول الله أكبر. قول الله أكبر. قول الله أكبر. مين اللي قال لك صاروخ؟ مين اللي قال لك صاروخ؟ يعني الانسان هذا بيتكلم عليه. احنا عندنا الحصان. ليش الحصان؟ انت في انجلند. اساله من هو؟ اساله من هو؟ قول له عاوز انا المهدي. اساله. اساله. احنا قلنا فزنا. ما احنا قلنا فزنا ولا قلنا احنا مجوب الحصان. يا عبد الله من انت؟ من انت؟ مجوب الجمل. بالجمل. هل انت المهدي المنتظر؟ ما شاء الله عندي اربع لغات تتكلم. الملائكه تجيك باي لغه؟ بالعربيه. اسمع هادو. اسمع يفتح لنا عيسى عليه السلام. انت شعرك حلو. تتكلم عبري حبيبي. شعرك حلو. انت فلسطيني. تسمعني كلمه الحق. بس انت مش مؤمن. انا مالك وانت تسمع. انت يعني ايش داير؟ ايش داير انت تسمع؟ يعني كلمة حق حلو. شعرك حلو صح؟ بس يعني المهدي المنتظر هذا ولا المهدي المنتظر اكيد. انت المهدي المنتظر. مجاهدون. انت اللي موجود هنا. اقرا لي سورة البقرة. ايوه. انا اقراك القرآن كله. احفظ لي. القرآن كله في آية واحدة. آية واحدة. أرضي لسني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. خلينا نشوف فاتح الكلمة عشان تبقى. ليش تتكلم؟ قلت لك اقرأ القرآن. فين صدق الله العظيم؟ ارمي العقل نعمة ربي. ارمي على الأرض. وليش ارجوك يا ساقطين؟ ساقطين. ديوانة لو رفع القرآن مين اللي حيقول لك؟
شلون يرفع الله سبحانه الله رفع القرآن الشارف الله رفع القرآن حبيبي انا المهدي المنتظر ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر وحد الله الله اكبر ايزي الله عليك يا مسلمين من انت حبيبي من انت من ابراهيم ما شاء الله ما شاء الله يعني انت ذاك تتكلم بالذكاء ولا تتعصب كمان مع الموضوع هذا ايه ده انا خايف منك انا عايش انا ايوه هو خايف منك انت يا كفول انت هتبعت دار البغدادي وعمال وخار عليكم عليه ايش رايك في الحكايه دي؟ انا ظهر المهدي المنتظر استحضر المنتظر اهو اوروبا الرمان ثالث لا هو مش البغدادي انا ما امير المؤمنين انا امير المجاهدين هو امير المجاهدين اهو شوف امير المجاهدين استغفر الله استغفر الله الشيخ قال لك قال لك المؤمنين المؤمنين يقول اصدقكم والله نسيب البير اشرب اهو وانت ساقط وانا ساقط صوح مرحبا يا كنتاكي يا حمار خلال تطلع عندنا بلادنا كتخوف خلال تطلع عندنا بلادنا شبحت انا شبحت تبوخ وانا اقول تقول انا اقول تقول انا اقول تقول انا انت الضغط طيبا انا واحد من الزياد علي الجنة ما شاء الله سيدي اهل الجنة الى الله بغاني هذا متحدث انتو فاهم يوم تتبدل بشوف الحين بشوف عين عيون المجاهدين والله انت في جهنم والله انت بروحك وحد الله وحد الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اوشم البيضة هذا ما تديروش عليه والله يا وحد الله الله المستعان وحد الله هذا نوع اخر هذا اخر هذا جسخ اول مره اشوفه مخلوق غريب هذا مخلوق غريب ها ايش رايك يا شيخ ما زنش قلت لك تعبان اهدي وحيد الله الله اكبر ولا اله الا الله ياخذ الله ولا شريك له اشهد ان محمد عبد الله يا ولد بايح انت اشهدكم الدجال أوجعكم على غفلة أنا منذركم أنا منذركم عن أوجعكم الدجال وأنتم ساقطين ولك أكبر تسعة ما يجي النتيجة وأنتم ساقطين أنا أخوكم أنا ابن آدم أنا ابن آدم أريو ابن آدم أريو ابن آدم أريو ابن آدم لا 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 هذا آدم ممكن